هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، كيف حالكم؟ يوم جديد. إذا ما كنت تابعنا في سناب شات تابعنا الآن، لا يفوتك كل جديد. يا هلا والله. طيب أنا بروح ممشى السميري، لكن خلينا نشوف مين بيخاوينا اليوم. والله واحد اثنين ثلاثة، ما شاء الله، بدل ما يطلع لي واحد طلع لي ثلاثة. هلا والله، زي ما انتم شايفين جينا الآن في ممشى السميري. الله يسعدك ان شاء الله. هلا والله. طيب انت ليش ما انت جاي تسوي رياضه؟ لا، عشان عندي شغل. هلا هلا اخوي عبد الله، كيف حالك؟ والله ايش القصه، التجمع والحركات؟ لا، هذا مبادره من شركه ينبت. أيوة. خاصه بالمشي، وما شاء الله تبارك الله شفنا التفاعل الكبير. جميل، الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. يا هلا والله، معنا المهندس فايز المالكي من شركة ينبت، حياك الله. أهلين، حياك الله. أول شيء حاب أشكركم على هذه المبادرة الجميلة اللي حركت العالم، يعني شفنا الحركة. طيب إيش هي هدفكم من المبادرة هذه؟ والله يا أخي هدفنا بسيط جدا، إنه إحنا ودنا في نهاية المطاف رياضة المشي تكون هي نمط حياة. جميل. المقصد إنه الواحد يجي اليوم ويمشي صحيح وينتهي المشوار، لا بالعكس، هو المفروض يكون بداية المشوار وتكون هي نمط حياة. جميل. بالنسبة للجميع. طيب هذه أول مشاركة ولا سبق لكم تجربة فيها؟ والله لنا تجارب ثانيه، مثلا في مشاركتنا في تسنيده كمشاركه اجتماعيه، يعني تكون قريب من الناس. في السميري والله كانت فكره ما بين الفكره والتنفيذ اقل من 10 ايام. جميل جدا. صراحه انا اقول لك اشكر الشباب على تحويل الفكره الى واقع ونجاحها، ومشاركه الاخوان من جميع القطاعات ووجود الاخوان في الهيئه الملكيه كان دليل على اهتمام الناس فيها ونجاحها. وانا قلت للاخوان هذه بالعكس تكون ملهمه لنا، انها تكون بدايه المشوار ان شاء الله. الله يسعدك. طيب في هنا فريق تطوع اسمه مشاة ينبع، انت تشوف لهم دور في هذا المجال؟ والله انا اشوف، انا دائما من رواد الممشى. جميل. بشوف الاخوان من مشاة ينبع سواء كانوا رجال او نساء متواجدين من فتره لفتره، كانوا موجودين في اليوم العالمي للمشي شفناهم. جميل. فوجودهم اصلا صراحه كان حافز لنا، وهذه كانت بذره الفكره لما ذكروها لنا الشباب، انه احنا ودنا زي الاخوان اللي يقومون بهذا العمل التطوعي، نبغى ان احنا بامكانياتنا اللي موجوده عندنا ان احنا ندعم المشي انه يتحول الى نمط حياه. الله يسعدك، شكرا لكم، يعطيكم العافيه. ممتاز. امتداد للنجاح مشاة ينبع. ايوه. حافزت شركه ينبت على فوائد. جميل. ان شاء الله يعني من افضل الافعال. هنا المنظمين، ها حركات، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. هلا والله استاذ مروان. يا هلا يا هلا، يسعدك ربي. ايش ذا الجمال؟ جمالك انت. لا انت ما شاء الله صرت اليوم شاب حركات. كل مبادره تطوعيه الاقيك فيها، هذا فضل من الله. الله يسعدك من ذوقك والله. كيف كان المبادره؟ والله استضافه. شوف انا اقول شكرا لشركه ينبت، شكرا لكم. هذه مبادره حقيقه عكست على الجميع، شوف الناس كيف سعاده. جميل جدا. الكبير الصغير كل شيء. هذه بدايتها ان شاء الله. امثالك ابو الله. هلا والله، كيف حالك؟ حياك الله ابو نهار، جودك اسعدنا اليوم. كيف كان المبادره اليوم؟ مبادره جميله، يا ريتها كل يوم. الله يسعدك. مبادره كذا بين النفس، كل واحد كذا يجي العصريه كذا يجي يشوف الجمال. هذه هدفكم اصلا؟ ايوه طبعا. الله يسعدك، يعطيك العافيه. هلا والله، كيف حالك؟ كيف حالك؟ مشيت انت اليوم؟ ها كم كيلو مشيت؟ ها؟ 1 كيلو ما شاء الله. هلا عمار، كيفك يا اخي؟ ايش الغيبة هذه؟ ها القناة مظلمت يا اخي، توك ضفت النور. ظروف ها. هلا والله، كيف حالك؟ ما شاء الله الصغير والكبير كلهم مشاركين. متحمس؟ ايش تقول للناس؟ طيب تحركوا ها. ايوه. شوف من قابل يا اخي الشيخ لا ما ينام بحبه. الله يسلمك، الله يسعدك ان شاء الله. الحمد لله. ها كيف كانت التغطيه؟ كان الحمله كانت جميله الصراحه. شكرا لشركه ينبت، شكرا للهيئه الملكيه. الصراحه اليوم ممشى ينبع الصناعيه شيء مو بهج، لو باذن الله نشوف حملات من بقيه الشركات في مدينه ينبع الصناعيه. شكرا ابو نال، انت دائما متميز. انت المميز. دائما احفل له طعم وجمال متاخر. الله يسعدك. شوف الجمال بين الاب والابن. يا سلام يا سلام، لقاء من الاب للابن.
يا هلا والله ما شاء الله اصدقاء بنيال موجودين صغير وكبير يعطيكم العافيه. الله يسعدك. سوي هلا 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 والله. هلا عباس يا مرحبا. ايش بك؟ جبناك المشي الان. الان تكريم الابطال المجهولين. طبعا هنا حبيبنا خالد. اوه سعيد هنا يوم منور والله. اي بأذن المغرب نتوضا ونصلي المغرب. يا حركه. هلا والله. طيب زي ما شايفين العنوان فلوق ما فايز المالكي. مين هو فايز المالكي؟ رئيس شركه يب. وضح لكم. هنا اخونا سلطان. هلا والله. اقول لك هذه كيف، ورينا كيف تركب. يعني دراجه حاديه العجله. اوكي كذا تمام ماشيين. ايوه بعدين طبعا ايش الفرق فيها بين الدراجه العاديه؟ هذه الفرق انك تحرك عضلات اكثر، ما كنت تحرك الدراجه العاديه. جميل. هلا 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 بالعيال. وهنا مشاه تنبع. ارحب. هلا ابو مشعل. هلا هلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا حياكم الله. اهلا هلا بالشباب. ابو عبد الله وحشتني. هو فين الناس؟ هلا بالكابتن. هلا هلا. وين ابو معتز يعطيك العافيه. اهلا اهلا حياك الله. ارحبوا. هلا هلا. هنا توقيع الحاضرين زي ما انتم شايفين. خلاص انت فنان فيه، يلا اركب اركب بسرعه. ما لي شغل، انت قلت انت فنان فيه. ها شوف شوف يصرف يصرف عباس يصرف. يلا يا عباس. قصد لما نتعلم عباس رحت فيها. رحت فيها. انا رياضي بس ابى اشوف ايش تسوي. مو بعمرك. حاله اقناع. يا ويلي ويلي هجوم. هذا بيلعب سكيت. بالله اوه سكيت موديل 2017. اقناعكم. شباب ايش بكم منبطحين؟ تعرفوا ليش منبطحين؟ لا وخر وخروا. وخر الله عليك. طبعا الان تمرين لمشاة ينبع زي ما انتم شايفين. دقيقة انت بكم كرسي تنقز منه؟ مو انا واحد اسمه جوزيف. انا عندي سكيت انقز من فوق دي الشجرة. يا ساتر. وانت؟ انا والله من فوق العمارة. انا ما شاء الله. انا انقز بالشرق من فوق. بكاجين على مستوى هنا. وانت سبايدر مان؟ هذا معلم الدراجات. ها؟ انا باتمان. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. صورة جماعية لمشاة ينبع. ما شاء الله أصغر إمام. هلا والله. ارحب. المهم جينا البيك هنا. شفت كيف شوي صحي شوي مو صحي. المهم جوعانين يا شباب. يلا طيب بالعافيه علينا بنروح البيك. هلا والله اكلنا مقلب. رحنا البيك واخر شيء ايش؟ ما عندنا كاش. دحين بروح اسحب. جيت هنا عند اسواق النجبه اللي عند جنب البيك. الحمد لله لقينا الصرافه شغاله وسحبناها. تخيلوا جالسين ننتظر وما دبرنا مكان. اين والله. شوف هنا بقول لكم شغله. الحمد لله زي ما شايفين ختمناه، يعني تمت المداومه بنجاح. هلا والله. ها كيف شبعتوا؟ طيب بالله عد انت. بالله ايش رايك بالناس اللي حيطون بالاكل؟ مش خلاص حيطشوا. ايوه يعني دائما نقول ايه خذ الاكل قد احتياجك. طيب يا شباب وين سوسو؟ ما نحن شايفينه. ها سوسو وين؟ هلا والله. عيال وين بنروح؟ البيت.
كذا وصلنا نهاية الفلوق. أقول لكم سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كن مبتسما دايماً. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.